رجال التالتة ثانوي، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هنشرح تشابتر 7، الفصل السابع من قصه التالتة ثانوي، جريت اكسبكتيشنز، طموحات عظيمه. فكرني كده، تشابتر 6 كان انتهى عند ايه؟ انتهى لما كان بيب واز جوينج تو فيزيت ميس هشام، كان رايح يزورها. وين جو فيزيتد هيم اند اسكد هيم تو دو سو، لما جو زاره طلب منه ان يزور ميس هشام لانها اصلا اوريدي هي اللي طلبت في رؤيته، وكان بسبب ان ستيلا هاد كام باك، كانت رجعت ستيلا تاني. طيب، وفكرك ان في الطريق لميس هشام بيب ركب كوتش دي قلنا مفهومها اللي هي عربيه حنطور بتجرها خيول يعني، وركب مع تو كونفيكتس، اثنين مدانين. الاثنين المدانين دول كان واحد منهم صديق ماجويتش في السجن. مين ماجويتش؟ السيكريت بنفاكتور بتاع بيب، وهو الشخص اللي كان ادى لبيب الشايني كوين اللي هي العمله المعدنيه اللامعه، واللي كان جايبها من ماجويتش يديها لبيب على سبيل الثانك يو، شكرا ليك يا بيب على مساعدتك لينا. لان بيب لو تفتكر معايا قلق جدا من الحوار اللي حصل ده، لان هم طبعا الاثنين المديرين دول اصلا ما كانواش واخدين بالهم ان اللي بيتكلموا عنه ده راكب قدامهم في الكوتش. بيب بقى طلع من الحوار ده بحاجتين، الحاجه الاولى ان المدان اسمه ماجويتش، الحاجه الثانيه ان هو يعني being grateful، ان هو شاكر له جدا على اللي بيعمله معاه. نزل بقى بيب وقرر ان هو مش هيقعد عند جو. ليه بقى؟ لانه حس ان المكان بتاع جو او being a blacksmith يعني خلاص بقى اصبح isn't suitable for his new position، يعني مش مناسب لمكانته الجديده. فيقرر ان هو يحجز غرفه في فندق لمده يومين. الفندق ده كان قريب من بيت ميس هشام. وانتهى الفصل عند كده. بقى تعالى نشوف الزياره بتاعت بيب لميس هشام المحتوى بتاعها ايه. فلو انت اول مره تشوفني سبسكرايب وفعل زر الجرس على اول، لان مكملين. اما لو انت من رجالتي مش هوصيك هتعمل ايه. على بركه الله. بمناسبة الصورة دي يا جماعة، يعني دي ستيلا في الإصدار الجديد، وده أخينا البطل بعد ما كبر وبقى حليه وكده. تعالى في البداية نقرأ الكلمات كده. بص يا جماعة، مفاجأة غير سارة، unpleasant surprise، سمح لي بالدخول، let me in أو let me in، حارس البوابة أو العقار، gatekeeper، أنيق، elegant، يتعرف على، recognize، فخور، proud، وقح، rude، قاسي، cruel، قرار، decision، يذكر، remind، يهمس، whisper، خبطة على أو طرقة على، a knock on، يستعيد وعيه، ريكفر، بوضوح، obviously، يطرد، dismiss، يزف في تمشية، take a walk، يبتعد عن، keep away from، يشعر بالذنب، feel guilty، يعشق، adore، امتاع، luggage، محفظة نقود، purse، كئيب، gloomy، سيدة ثرية، wealthy lady، اقارب، relatives، غيور، jealous، يؤثر على، influence، يبدأ رحلة، set off، عملاء وزبائن، clients، يزور، call on، يتنهد، صاي. بداية الفصل بتقول يا جماعة، early the next morning at the gate to Miss Havisham's house I had an unpleasant surprise. أول ما وصل بيب بقى تاني يوم خلاص لحد بيت ميس هشام، وهو على البوابة كده يا جماعة قابلته حاجة ما خلتوش مبسوط وفي نفس الوقت أدهشته، اللي هي إيه بقى يا جماعة؟ الشخص اللي بيب بيدور عليه علشان خاطر يعني يفكر في انه ينتقد منه لانه اوريدي كان اذى اخته. بالظبط، هو اورليك. طب بيعمل ايه اورليك عند ميس هشام؟ طلع البواب. طلع البواب يعني محاوله من اورليك انه يلاقي فرصه عمل ثانيه بعد ما ساب الورشه بتاعت جو او شغله مع جو كايه؟ كابرنتايس ات بلاك سميث، كصبي يعني عند حداد. الحوار بقى اللي تم سريعا كده ما بين اورليك وما بين بيب، ان اورليك قال له هي تولد مي ذات هي واز ميس هشامز جيت كيبر ناو، انا يا بيب دلوقتي شغال البواب عند ميس هشام. رد فعل بقى بيب بيقول I felt worried and I went to see her at once. اتضايقت قوي، اتوترت، كنت عايز اشوف ميس هشام في الحال. طب هو عايز يشوف ميس هشام ليه؟ اكيد عشان يطلب منها انها تطرده. As I entered her room، ومجرد ما دخلت الاوضه بتاعت ميس هشام، I found that neither she nor her house had changed at all since my last visit more than a year ago. بيقول ما لقيتش لا بيتها ولا هي اتغيرت من اخر مره زرتها فيها. ليه بقى؟ لان بيب يا جماعه احنا عارفين ان هو كل سنه بيروح يزور ميس هشام، فمن اخر سنه شافها فيها اللي هو كان كل عيد ميلاد لو تفتكر ميس هشام اسكت هيم تو دو سو، يعني البيت هو هو، الاساس هو هو، حتى الفستان اللي لابساه ميس هشام ما اتغيرش. Then I noticed an elegant lady sitting next to ميس هشام، وبعدين لمحت حته بنت زي القمر كده قاعده جنب ميس هشام. هل بيب ما عرفهاش من كتر ما هي اتغيرت وبقت جميله؟ انا في ظني انه تقريبا When she looked up and I could see her face I realized it was Stella. اول ما رفعت وشها كده وبصيت فيه كويس، ده ستيلا. تعالى بقى شوف الغزل. She was more beautiful than ever. اصبحت اجمل من ذي قبل. But she made me feel like a poor working boy again. يا ربي
ولكن برضو كلامها معايا بتحسسني فيه ان انا حته عيل مسكين غلبان بسيط. العاده يا جماعه اللي ستيلا كانت بتتعامل مع بيب على اساسها ان انت لازم استحقرك ولازم اكون كرول معاك. هاز ستيلا تشينجد ماتش بيب؟ سؤال بقى مسا بشام، اتغيرت ادا بيب ستيلا كتير؟ فرد عليها ده يس ات فيرست اي didnt recognize her. صراحه انا اول ما شفتها كده ما عرفتهاش. اي بيجان بطنه واي كان سي، بس انا شايف اني وتقريبا بيب يا جماعه كان بيفكر ينتقد حاجه في شكل ستيلا، ولان يا جماعه ميس هابشن هي اللي صرفت علشان خاطر تخلي ستيلا بالمنظر الجميل اللي بيب اعجب بيه، لانها مش هتقبل نقد ابدا من بيب. يعني لما بيب بيقول لها but now I can see، بس انا دلوقتي شايف اني، فهي ترد عليه بسرعه وتقطع في الكلام وتقول what please don't say that she is the Stella you know. اوعى يالا تقول لي ان دي ستيلا اللي انت عارفها. that Stella was proud and rude to you. دي ستيلا المتكبره الواقحه اللي كانت بتقل ادبها عليك. Don't you remember؟ تنسيت يا ابني؟ رد بيبي بقى خلاص بقى يا حاجة. Well perhaps it was a very long time ago. ده الكلام ده كان من زمان يعني. أكيد يعني المنظر بتاعي اتغير وما عادتش هتعملني بنفس المبدأ. I said not quite sure of myself. أنا بقول كده وأنا مش واثق إن أنا ممكن أكون من وجهة نظرها اتغيرت. Still agreed with Miss Havisham that she had been unkind to me. لأن ستيلا أكدت على كلام Miss Havisham إن فعلا أنا طول عمري وأنا قاسية مع الواد ده. وراح جاء Miss Havisham سأل ستيلا Has baby changed؟ طب يا ستيلا أنت شايف إن هو اتغير؟ ردت بقى هي Very much. اتغير خالص. Miss Havisham laughed. ضحكت. And told us to walk together in the garden. وقالت لنا اطلعوا تمشوا مع بعض. مش اطلعوا تمشوا مع بعض يا جماعة، هي مش الست يعني حباهم يحبوا بعض. اطلعوا تمشوا مع بعض علشان خاطر تكمل ستيلا ما بدأته في قصة انها تكمل بقى إذلال والتقليل والتحقير من أخينا بيب. شو بقى أول حوار أو أول كلام ستيلا لبيب بتقول له إيه؟ بتقول له As you have become a fine gentleman I expect you have new friends. ستيلا said بما إنك يعني بقيت راجل كويس كده أكيد كمان غيرت أصحابك. The ones you had in the village wouldn't be good enough would they؟ أصحابك اللي موجودين معاك في القرية أو اللي اتربيت وسطهم في القرية بتهيألي إن هما ما عادوش مناسبين ليك دلوقتي أو كافيين بالنسبة لك. بيقول بيب I agreed with her. اتفقت معاها وكان لازم يتفق معاها. بص يا جماعة، فكرة إنك تحب حد ويبقى له رأي معين وتبقى انت بتحبه بشغف او بضمير زي الاهبل ده، هتلاقي نفسك بتوافق على اغلب الكلام اللي بيقوله ان ما كانش بتوافق على كل الكلام اللي بيقوله. عشان كده بيب قال I agreed with her، اتفقت معاها او وافقتها في الرأي. And at that moment I made a decision not to see Joe again. في اللحظة دي قررت ان انا اقطع علاقتي بجو. جو يا جدعان البسيط اللي بيحب بيب اللي هيساعده بعد كده واللي كان بيساعده حتى هو صغير علشان خاطر يرضي ستيلا، قرر ان هو يقاطع جو على اساس ان جو دلوقتي مجرد حداد وان بيب one of the gentlemen. شوف بقى رد بيب على كلام ستيلا ايه. بقول لها do you remember when you were cruel to me؟ فاكرة لما كنت قاسي عليا؟ I asked ستيلا اللي هو انا بسألها يعني. She looked at me in surprise. رح جاب الصالي في دهشة وقايلة. بيكمل بقى بيب هيقول لها you made me sad then. كنت بتزعليني وقتها. قال يعني على اساس انها يا بيب مش هتزعلك دلوقتي؟ لا هي هتزعلك اكتر طبعا. ردت عليه يا جماعه بكل بواخه وقالت له I don't remember. صراحه يا ابني انا مش فاكره. But you know I have no heart. I am neither kind nor good. يخرب بيت الصراحه. بتقول له بص يا ابني انا واحده ما عنديش قلب، فلا هتلاقيني طيبه ولا هتلاقيني كويسه. As she spoke she reminded me of someone but I didn't know who it was. اثناء كلام ستيلا مع بيب كانت بتفكره بحد، الحد ده هو مش عارف يتذكره. انا في ظني يمكن هي بتحاول تفكره ببنت الدراما. انا في ظن ده، لكن حتى نهايه القصه يا جماعه ما عرفناش مين الشخص اللي كانت ستيلا بتحاول تفكر بيب بيه. I forgot the idea thinking instead how beautiful she was. بيقول بيب وهي بتكلمني انا اصلا مش مركز معاها هي بتتكلمني عن مين، انا كل تركيزي في انها قد ايه بقت جميله جدا. But she was still so cold. ولكن لسه ما زالت بارده. البروده يا جماعه اللي هو مهما بيب يتكلم مع ستيلا كلام يحاول يستعطفها بيه او يجذب العاطفه بتاعتها تجاهه لانها يا جماعه لا تستجيب. Later when I was alone with Miss Havisham. خلص بقى كلامه بيب مع ستيلا فرجع لميس هافيشام وهم قاعدين لوحدهم كده. بيب بيقول I told her يعني قلت لميس هافيشام I told her that everyone must love Stella. تعرف يا حاجة ان كل اللي يشوف ستيلا دي لازم يحبها وش. ردت بقى ميس هافيشام Love her love her يا ابني love her اكيد يعني. ميس هافيشام reply If she is cruel love her. ان كانت قاسية عليك حبها. If she breaks your heart لو هي بتكسر بخاطرك او بقلبك حبها love her. I made her what she is to be loved. انا اللي خليتها بالمنظر ده علشان خاطر تتحب. الكلام ده يا جماعه معناه ايه؟ الكلام ده معناه ان ميس هافيشام بتحاول تنتقم
من الموقف اللي عمله كومبيسو اللي هو هير اولد فيانسي خطيبها في انها تعمل بنت جميله تتحب بالعافيه، تصرف عليها كل ما تملك عشان تبقى انسانه محبوبه، عشان توقع في حبها كل الجنتلمان، ومش اي حد، لازم يكونوا جنتلمان، وتكسر بقلبهم زي ما كومبيسو كسر بخاطر مسها فيشان بالظبط. وبعدين بقى بيبي بيقول then she whispered، مسها فيشان راح جايه همسه لبيبي كده I'll tell you what real love is، تحب اقول لك يعني ايه الحب الحقيقي؟ It's giving your heart to someone completely just as I did. إنك تدي قلبك ومشاعرك كاملة لشخص زي ما أنا عملت. دي نقطة صراحة ما بين ميس هشام وبين نفسها. إنها بص يا جماعة أنا زي ما حبيت قوي وديت كل حاجة للي بحبه وخدعني، أنا عايزك أنت كمان تحبها قوي عشان خاطر تكسر قلبك أكتر. She fell back in her chair with a loud cry. راح جاي راجع ميس هشام كده وقعدت على الكرسي بتاعها وهي بتتكلم مع بيب. As I tried to help her, there was a knock on the door and Mr. Juggers entered. وأنا بساعدها في إنها تقعد على الكرسي، تخبيطة على الباب، التخبيطة دي بتاعت مستر جاجرز. طب هو يعني لا يخفى على بيب يا جماعة إن مستر جاجرز هو المسها بشامس لوير، المحامي بتاع مسها بشام. I didn't know why he had come, but مسها بشام recovered almost at once. هو بيقول بيب أنا معرفش هو جالي، ولكن أول ما مسها بشام شافته نوعا ما كده قامت اتعدلت. Do come in Mr. Juggers. وراح جاي سامح له بالدخول بقى. She was obviously expecting him and thanked him for arriving on time. بيب بيقول ان مسها بشام كانت مستنيه جاجرز وانه بتشكره على انه جه في ميعاده. That evening في نفس الليله as we all ate dinner together واحنا بناكل العشاء مع بعض اللي هو مين بقى؟ مسها بشام، جاجرز، ستيلا وبيب. I noticed that Mr. Juggers didn't look at Stella at all. بحس ان جاجرز مش مدي اي اهتمام لستيلا. طبعا يا جماعه اللي جايب ستيلا عند ميس هافيشام هو جاجرز، اللي خدها من مخبأها من وراء امها ووداها عند ميس هافيشام عشان يتم تبنيها هو جاجرز. هو جاجرز اللي كذب على ميس هافيشام وقال لها ان ستيلا يعني واز اورفن يتيمه، ولكن في الواقع ابوها وامها الاثنين ستيل الايف على قيد الحياه. But she looked at him often it gave me a stirring feeling. ولكن ستيلا اللي كانت دايما تبص على جاجرز وده كان بيخليني اشعر بشعور غريب. اعتبرها زي ما تعتبرها بقى، عايز تقول عليه غيره ماشي براحتك. As soon as possible I told Mr. Juggers how worried I was to see Orlick again. هنا بقى بيب بيقول لجاجرز واللي هيبين لنا ان جاجرز يا جماعه مسؤول عن شؤون مس هافيشام حتى في منزلها، لان بيب طلب منه ان هو مش مرتاح لوجود أورليك عند مس هافيشام. I was sure that Miss Havisham wasn't safe with him as her gatekeeper. بيقول بيب ان انا متاكد ان ميس هافيشام مش هتحس بالامان وهو موجود شغال عندها بواب. النقطه دي يا جماعه هتعمل مشكله عند اورليك تجاه بيب. هو اوريدي كده كده اورليك يا جماعه مذنب ومخطئ ولازم يعاقب، ولكن بيب هيحاول بقدر الامكان يطارد اورليك في كل مكان يلاقي فيه مصدر شغل او رزق، يحاول يطرده منه او يضيع منه مصدر الرزق ده. والنقطه دي هنشوفها في الاخر يا جماعه مع اورليك وهو بيلوم بيب على انه ليه كان بيحاول كل مصدر رزق يطرده منه. رد عليه طبعا جاجرز قال له leave it to me، سيب لنا الموضوع ده. And he promised to dismiss Orlick. ووعد جاجرز بيب ان هو يطرد مين؟ Orlick. Stella planned to visit London soon. Stella بقى قررت انها تزور لندن قريب. هي Stella قالت لبيب كده، قالت له بص انا بفكر ان انا ازور لندن قريب. ازور لندن يعني انا هزورك يا بيب. هي طبعا في الاساس مش هتزوره، في الاساس يا جماعه في حد مكلف عن طريق ميس هافيشام، واحدة من الليديز اللي موجودة في لندن، انها تاخد ستيلا تحطها في الاماكن اللي فيها الجنتلمان او الريتش جنتلمان او الهاي كلاس جنتلمان، الناس يا جماعة اللي هم ذوي الطبقات العليا. ليه بقى؟ علشان خاطر تقوم ستيلا بممارسة ما تدربت او ما تربت على القيام به، وهو جذب القلوب الناس ناحيتها ثم break their heart. And I agreed to meet her of the coach when she arrived. وانا وعدتها ان اول ما توصلي لندن انا هقابلك عند العربيه الحنطور اللي انت هتوصلي بيها. I was secretly delighted and couldn't sleep that night. بيقول بيب كنت مبسوط قوي قوي، وبالعكس ده انا من كتر الفرحه ان ستيلا هتزور لندن ما عرفتش انام الليله دي. طب ليه يا عم بيب؟ كالعاده الكلمه اللي هتضايقنا كلنا I love her، لان انا بحبها. I love her, I love her, I thought إن أنا I love her. يخرب بيت كده يا أخي. Again and again. I wasn't sure that Miss Havisham wanted me to marry Stella. ودلوقتي ما عدتش متأكد إن Miss Havisham
عايز اتجوزني ستيلا، على العكس من ان بيب في البدايه يا جماعه كان بيعتقد ان ميس هشام هي السيكريت بنفاكتور، وان هي يعني بتصرف عليه علشان خاطر تخليه جنتلمان عشان يبقى لايق بانه في يوم من الايام تو بي ستيلاز فيانسي او تو بي ستيلاز هاسبند. الكلام ده بقى دلوقتي بدا يبقى فيه شك عند مين؟ عند بيب. بيقول بيب: In the morning as I took a walk through the village. تاني يوم الصبح ولسه جماعة عند ميس هشام، أو بيزور ميس هشام وينصح القول هو مقيم فين؟ هو مقيم في الفندق اللي هو حجز فيه غرفة جنب بيت ميس هشام وهو لسه في القرية لحد دلوقتي. فبيقول: In the morning as I took a walk through the village. في الصباح وأنا بتمشى في القرية. I saw several people that I know. شفت ناس كتير من أصدقائي اللي أنا عارفهم. I didn't speak to any of them. وما تكلمتش مع أي حد فيهم. However, I was too proud of myself and my new life. كنت متكبر ومتباهي بحياتي الجديدة وبمكانة الاجتماعية الجديدة. I also kept away from Joe. كمان بعدت عن جو. شباب بعد عن جو. رغم ان جو ده اكتر شخصية في القصة هتنفع بيب حرفيا. I also kept away from Joe. But feeling guilty that I hadn't seen him, I sent him a present before I left. ولكن شعوري بان انا مذنب في ان انا ما بشوفوش او بعذوره، انا برضو في يوم من الايام كنت انا ضيف عنده، شعوري بالذنب ده اكبر ان انا ابعت له هديه قبل ما امشي. On my return to London I told Herbert about my feelings for Stella. رجعت بقى لندن واول ما قعدت، طبعا مين يا جماعه اللي ساكن مع بيب في لندن؟ هربرت ماثيو بوكيت، هربرت ابن المعلم، هربرت صديق بيب، هربرت امين سر بيب. فبدا يحكي لهربرت بقى عن شعوره تجاه ستيلا، فبيقول له نص كده: I adored her before but I adored her twice as much now. انا كنت بحبها قبل كده بس حبي ليها زاد بعد ما شفتها. ليه بقى؟ التعديل في الشكل يا جماعه بشكل فظيع. يرد بقى هربرت الواد العاقل المحترم الدماغ النظيفه، يقول له ايه بقى اللي هو بيفكر بعقله مش بقلبه زي اخينا الاهطل ده، يقول له: يا ابني she will make you unhappy. حبيب قلبي دي هتطلع عين امك. You should try to forget her. حبيبي حاول تنساها. لان بيب في نفسه كده بيقول: I know that would be impossible. ان ده هيبقى مستحيل ان انا انساها. When Stella arrived in London، لما ستيلا وصلت بقى زي ما وعدته انها تروح لندن يعني، some weeks later بعدها بكم اسبوع، I thought one again that she reminded me of someone. برضو بدأت تفكرني بحد، انا ما اعرفش مين الحد ده. But who could it be؟ بس هو مين الشخص اللي كل شويه ستيلا تحاول تفكرني بيه؟ ستيلا كلايمد اوت اوف ذا كوتش ان هير نيو كوت. راح جايه نازله ستيلا، هو زي ما وعدها طبعا هيستقبلها فين؟ عند الايه؟ عند الكوتش. وهي بتنزل من الكوتش بيقول بيب انها كانت لابسه معطف جديد وانها كانت شكلها اجمل في المعطف الجديد. يعني يا بيب انت بتحب المحتوى ولا بتحب الشكل ولا بتحب ايه؟ المهم ان كل شيء بتعمله ستيلا بيب يا جماعه بيبدي اعجاب بيه. شي ستود اوتسايد ذا ان، لما استقبلتها او لما استقبلها بيب يعني، وقفت قدام فندق او حاله. وايل اي بروت هير لاجج، لحد ما نزلت لها الشنط من الايه؟ من الكوتش. Then I asked her where she was going. وبعدين سألتها: وأنت جاية لندن رايحة فين؟ I am going in a carriage to Richmond. Richmond ده يا جماعة اسم مدينة ستيلا هتروح فيها عشان تقابل واحدة من الليديز اللي هم هيقدموها للمجتمع الجديد اللي ميس هشام صرفت على ستيلا عشان تروح تعيش فيه وعشان تمارس ما تدربت عليه. She answered: And you are coming with me. وأنت هتيجي معايا. You must take this purse and pay for everything. خد كيس الفلوس ده وادفع لكل شيء انا هشتريه او هحاسب عليه. عارف انت، مش عارف اقولها ازاي، بس بيب حرفيا يعني اصبح خادم لستيلا بدعوة او بداعي الحب. لا وهي بتستغل ده كمان، يعني بتقول له خد ده وحاسب على اي حاجة انا هجيبها. في جملة جماعة غريبة قوي قوي بتقول له: We aren't free to do what we want, you know, we have to follow our instructions. تتعرف يا بيب ان احنا مش احرار في اللي احنا بنعمله، احنا بنسمع كلامه بس. هي بتسمع كلام ميس هشام وبيب بيسمع كلام جاجرز او صح القول السيكريت بنفاكتور اللي بيصرف عليه. She didn't seem annoyed that I was going with her. بيقول بيب انها ما كانتش متضايقه وانا رايح معاها. However, while we waited for a carriage، واحنا مستنيين عربيه هنطول نركبها عشان توصلنا لريتشموند، we went into the inn. دخلنا فندق كده عشان نشرب شويه شاي. The room that we sat in was dark and gloomy, but I was happy because Stella was with me. الأوضة اللي أنا ساكن فيها مظلمة، فكويس إن ستيلا ما ظهرتنيش فيها. فخلاص كويس إن إحنا قاعدين في الفندق ده مع بعض وبنشرب شاي. Then Stella told me that she would be staying with a wealthy lady who would be paid to introduce her to suitable people in London. قالت له بقى كده في لحظة صراحة إن هي رايحة ريتشموند عشان هتقعد مع ست، الست دي هتقدمها لناس مناسبة لندن هناك. وراح جاء ستيلا سألة بيب: Do you like your teacher؟ بتحب مدرسك ماثيو بوكيت؟ She asked after a few moments. As much as I could like anyone who is not you. أنا بحب أي حد تاني
بدرجه معينه بس مش زي حب ليكي. يخرب بيتك يا اخي. يعني نفس الكلام برضو الواد، بص يا جماعه مرمي رميه غريبه، بص انا بحب اي حد بس مش زي حبك. انا عارف انك هتزهق من شخصيه بيب البايخ دي، حتى والله ستيلا نفسها بتقول له يو سيلي بوي، انت عيل سخيف على فكره. هو ايه كل كلمتين اقولهم لك بحبك انت اكتر؟ كلام كده يا جماعه تحسه ملزق. هاو كان يو سي ذات To return to Mr. Matthew Bucket, I am sure that he is a much better person than some other members of his family. They are Ms. Havisham's relatives, you know, and they are jealous of you. I have heard them complain about you, but Ms. Havisham refuses to discuss you with them, so they can't influence her. ملخص الكلام اللي أنا قلته ده، إن ماثيو بوكيت هو أفضل واحد في عيلة بوكيت، أفضل واحد في قرايب ميس هافيشام، وإن كل قرايب ميس هافيشام بيغيروا من بيب ظنا منهم إن هي بتصرف عليه. أكارج سون أرايف، وصلت عربية حنطور أند وي سيت أوف، وبدأنا رحلتنا ريتشموند. أون ذا واي في الطريق وي سو ذا وولز، شفنا الحوائط بتاعت نيو جيت بريزون، سجن اسمه نيو جيت. أي تولد ستيلا ذات مستر جاجرز فيزيتد هيز كلاينت ذير، بيقول بيب إن أنا قلت لستيلا إن جاجرز محامي فطبيعي بيزور ناس كتير هنا، يعني عملاء له اللي هم السجناء في الاساس يعني. And know all the secrets of that terrible place، ويعرف كل الاسرار عن المكان الفظيع ده. شوف بقى ستيلا تقول له ايه؟ تقول له يا غلبان، he knows the secrets of every place، ده يعرف اسرار كل مكان. I think ستيلا replied I have known him for most of my life، بتكمل ستيلا بتقول انا عارفه جاجرز ده بقالي كتير. But I know him no better now than I did when I was a small child، بس دلوقتي ما عدتش اعرفه زي ما كنت اعرفه وانا صغيره. How well do you know him؟ انت عارفه كويس؟ بس انت بتسال بيب. رد عليها بيب وقال لها I have had dinner at his house. بصي انا في مره اتعشيت معاه. That must be very interesting place. فبتقول له اكيد المكان اللي انت اتعشيت مع مستر جاكرز فيه مكان جميل. Just then our carriage passed under a street light and I know again that she reminded me of someone. لحد اما عدى الكارج او العربيه اللي حاطينها من ربنا من تحت كده بعد الله، وبرضه بدات تفكرني بحد تاني. بيقول بيب كملنا الرحله بتاعتنا باسنج مستر ماسيو بوكيتس هاوس، وعدينا على بيت ماثيو بوكيت في مدينه او في مكان اسمه هارف ليس اون ذا واي. I invited Stella to visit me. قلت لستيلا يا ريت لو تزوريني في المكان اللي انا عايش فيه. And she told me that I was expected to call on her in Richmond. وقالت لي بالعكس ده انا متوقع ان انت اللي هتزورني في Richmond. And Bill. شوف بقى الجملة اللي جاية، يا بيب دي بقى أول مرة ستيلا تنادي على بيب باسمه. Miss Havisham wants me to write to her often to say how I am, what I have been, and what I have worn. Miss Havisham عايزاني أكتب لها عشان أقول لها أنا عاملة إيه؟ وأنا فين؟ ولابسة إيه؟ She has given me nearly all of her jewelry, you know. إديت لي كل بجواراتها، تخيل؟ طبعا يا جماعة اللي بتعمله Miss Havisham مع ستيلا هي محاولة تزيينها وزخرفتها عشان خاطر تجذب ناس أكتر، مش أكتر من كده. This was the first time that Stella had called me Bill. الله، دي أول مرة ستيلا تقول لي يا بيب باسمي. I was delighted and thought it would be wonderful if I married Stella. كنت مبسوط قوي واعتقدت إن هيبقى حاجة كويسة قوي لو أنا اتجوزت ستيلا. And lived in Richmond with her وأعيش معاها في Richmond. But in my heart ولكن شعوري بيقول لي I know the truth Stella will never make me happy. إن ستيلا عمرها ما هتخليني شعر بالسعادة. ده كان الفصل السابع يا جماعة سريعا، إن شاء الله مكملين مع بعض الفصل الثامن بإذن الله. سامحوني أنا كنت وعدتكم إن أنا هكمل أو الفصول مع بعض، لكن حقيقي الوقت مش سامح لي ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.